ده هيكون شابتر 8 كامل، شابتر 8 بارت 1 اند بارت 2، وخاصه بالنسبه في بعض الناس كان فاتهم شابتر 8 بظروف مطره، والبعض كان متاخر حصه زي حصه التجمع، فده هيبقى شابتر 8 كامل. هنبدا من نهايه شابتر 7 بارت 2، ان في اخبار وصلت ترنهايم. الاخبار اللي وصلت ترنهايم ان الناس عرفوا ان ذا كينج واز انجرد، بس بعضهم اعتقد ان هي واز انجرد وايل هانتنج. كمان مايكل عارف ان ذا كينج واز انجرد، بس هو عارف ازاي هي واز انجرد. روبرت هينسو اكيد قال له، وفليبي عرفت ان ذا كينج واز انجرد وامرت مارشال استراكنش تو برينج هير تو ترنهايم. لما وجد ان ذا كينج واز not badly injured, she was relieved. كمان عرفنا ان جوهان جاب اخبار ان the king is very ill, فلازم يعملوا حاجة very quickly or the king will die. عشان كده في نفس اليوم بالليل رودولف راسندل وسابتو فريتز اخذ معاهم كام جنتلمان، 7 جنتلمان من التين اللي كانوا جايبينهم معاهم، وقرروا ان هم يروحوا عند الكاسل. عند الكاسل سابتو طلب من ال 7 جنتلمان ينتظروا a few hundred meters from the castle. ورودولف راسندل وسابتو فريتز وصلوا لوت ما وصلوا عند الكاسل. سابت ربط حبل حوالين one of the trees، ورودولف راسن اخذ the other end ونزل تحت into the moat. اهدوا صورة رودولف هو نازل تحت في الموت. رودولف بدأ يعوم في الموت لغاية ما وصل عند البايب، وجد ان في جنب البايب في بوت. كان جوه البوت ده في واحد نايم. كان مين؟ ماكس هولف. مين ماكس دوت؟ ده كان the brother of جوهان، وده كان guarding the pipe بس هو كان asleep. فرودولف راسن stabbed him to death. قتله. Why did he stab him to death? Because it was war. وهو لو ما كانش قتل ماكس، ماكس could have killed him. كمان عرفنا ان ديتشارد كان قاعد بيكلم الملك. رودولف راسن كان جنب، نرجع تاني معلش، رودولف كان جنب البايب، قدر ان هو يزقها. It moved just a little. سمع اصوات جوه. كان ديتشارد بيكلم الكينج، وديتشارد بيقول للملك time for you to sleep، والملك بيقول له why doesn't my brother kill me now. الملك عاوز يموت ويخلص، لكن ديتشارد بيقول له the duke doesn't want you to die not yet anyway, sleep well. والملك يبدا، وديتشارد يخرج، والملك يبدا يبكي بصوت واطي. رودولف مش في ايديه حاجه، فركب البوت وبدا يجدف بالقارب بتاعه لغايه ما وصل للشط. هناك عند الشط ربط حبل حوالين ماكس وسابت شد الحبل دوت. دلوقتي المفروض يعني ان السفن جنتلمان بتوع سابت جايين عشان ياخدوهم، لكن فجاه سمعنا جان شوت وسمعنا لاود كرايز وسمعنا واحد من رجاله سابت بيقول they have got me Rupert, there are seven of them, save yourself. كان ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان السفن جنتلمان كانوا جايين لما سابت صفر لهم، وان ثلاثه من رجاله مايكل كان اوتسايد راجعين. كان تحديدا روبرت هينسو ولانجون وكرافستاين، حصل بينهم فايتنج. واضح ان رجاله سابت قتلوا اثنين من رجاله مايكل، في واحد منهم قبل ما يموت فبينادي بيحذر روبرت بيقول له they have got me Rupert, there are seven of them, save yourself. رودولف راسن جري في اتجاه الصوت، وجد ان في روبرت هينسو جاي، والدنيا كانت اسليب وهي didn't see him، وهو مش شايفه. رودولف كان عنده بلان ان ياخد لارج ستيك، بالستيك ديت يضرب الحصان، الحصان بتاع روبرت هينسو يقع، يقدر يقبض على روبرت هينسو، اخطر واحد في السكس مان، يبقى الباقي هيكون اسهل. وفعلا رودولف راسن جري في اتجاه الصوت، وجد روبرت هينسو بالفعل ومسك اللارج ستيك، لكن في اخر لحظه روبرت هينسو waved his sword, cut the stick into two, قطم العصايه نصين and escaped. نتيجة المعركة اللي حصلت دي ان في اتنين من رجالة مايكل دايت، تحديدا لانجرام وكرافستاين، في المقابل في ثلاثة من رجالتنا وير كيلد. فرودولف راسن وسابتو فريتز رجعوا تاني تالنهايم with heavy hearts, very sad، لانهم فقدوا ثلاثة من رجالتهم. في نفس الوقت كانوا worried ان the king was very ill، في نفس الوقت كانوا angry ان ما قدروش يقبضوا على روبرت هينسو رغم ان هم كانوا على وشك ان ممكن يمسكوا. كمان عرفنا ان رجعوا تاني تلنهايم. تاني يوم ذا تشيف اوف ذا بوليس بنفسه جاي يبلغ الملك حاجه، يبلغ ان في انجلش مان از ميسنج. سفير البريطاني بيبلغ ان في انجلش مان از ميسنج اسمه رودولف راسندل. سؤال، هل التشيف ذا بوليس عارف ان الشخص اللي بيدور عليه اللي هو رودولف راسندل ده هو الملك اللي قدامه دلوقتي؟ لا، ما يعرفش حاجه. واخر واحد من رجاله من اصدقاء رودولف راسن شافه كان في باريس اسمه مستر فيذرلي، وشاف راكب القطر مع واحده اسمها انطوانيت ديموبا. احنا وجدنا الشنط بتاع روبرت هينسو دوت، بتاعت اسف رودولف راسن دوت، بس احنا مش لاقيين صاحبها. ده اللي بيبلغ الخبر ده هو ذا تشيف اوف ذا بوليس.
للمرة التانية، هل الشيف ذا بوليس عارف ان الشخص اللي هو بيدور عليه هو الملك اللي قدامه دلوقتي؟ لا، ما يعرفش حاجة. ففي نهاية كلامه لرودر فاسن قال له do you know anything about the lady، عن انطوانيت يعني، فقال له yes I do، كانت نازلة جست على ديوك مايكل هي والخدم بتاعها. ارجع تاني لستريلسو وتل ذا امباسادور وات يو نو، قول له ان الملك بيقول ان انطوانيت كانت نازلة ضيفة على مايكل هي والخدم بتاعها. I look into this for you. تحس ان رودر فاسن بيحاول يوزع ذا تشيف اوف ذا بوليس. وجود واحد زي ذا تشيف ذا بوليس في مكان صغير زي زندا خلى القتال الدائري هناك ستوبس، يتوقف. فعشان كده رودولف راسل ماشي في الشارع فقابل روبرت هينسو فطلب منه يقف. ستوب، وقف. روبرت، يو ار يونج، واي ار يو دوينج ذس؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت بتساعد مايكل ليه؟ if you set your prisoner free I can help you، انا ممكن اساعدك، I could give you money يعني. المفاجأة ان روبرت هينسو قال له، فكر شوية كده وقال I think you are right، اعتقد معك حق. Attack the castle bravely، هجم القلعة بشجاعة. I will tell you one، وانا هقول لكم امتى، بس بشروط. مين في حضراتكم فاكر الشروط؟ ايوه بالظبط، ان الكل يموت، ان فريتز وسابتي يموتوا، ومايكل والكينج يموتوا، وما تبقاش غير اتنين، يو اند اي، انت يا راسنل وانا، انت تبقى كينج فور ايفر وانا اخد ايه؟ وانا اخد ريورد. رودولف اتخض، فعلا are you really ready to work against مايكل؟ فرد عليه روبرت هينسو قال له yes he's not a good man، انا كنت على وشك ان اقتله last night. رودولف رجع تاني ترلانهايم، وجد ان في رساله من انطوانيت بعتها عن طريق جوهان بتقول ان مايكل عارف ان انا helped you that night in the summer house، ومايكل دلوقتي حابسني keeping me a prisoner in his mansion، please rescue me from this house of murderers، انقذني من البيت اللي كله مجرمين دوت. كمان عرفنا ان الناس العاديه في ستريلسو unhappy ان الملك بتاعهم is away for so long، عشان نخلي الناس دولت happy فبعتنا لهم اخبار فيك، اخبار مش صحيحه، ان الملك هو وبرنسس فلافيا set a date for their wedding، يعني حددوا يوم للزفاف بتاعهم. الاخبار دي وصلت للناس فالناس بقوا very happy. كمان جوهان جاب خبر ان مايكل بقى very furious very angry لما عرف ان برنسس فلافيا هتتجوز الملك، لان امل مايكل الوحيد his only hope عشان يبقى كينج ان هو يتجوز برنسس فلافيا، زي ما احنا عارفين ان مامته مش رويال. وفي خبر تاني بقى ساد ان الملك بقى فيري ال لدرجه ان مايكل عمل حاجه ما عملهاش قبل كده. ايه الحاجه ديت؟ هي سنت فور ا دكتور تو اكزامين هام. الدكتور جه وشاف الملك وعرفه وطلب من مايكل تو سيت ذا كينج فري ات وانس، لكن تفتكروا مايكل وافق؟ لا، مايكل ما وافقش، مايكل رفض ان هو يطلق سراح الدكتور نفسه. دلوقتي الدكتور موجود بريزنر ان ذا كاسل مع الكينج، ودلوقتي اللي بيحرس الملك اثنين مش ثلاثة. زمان كانوا ثلاثة بيحرسوا الملك لما كان في عندنا السكس مان، لكن بعد ما اثنين ماتوا من السكس مان فاللي بيحرس الملك اثنين دايما، تحديدا هيطلعوا ديتشارد وبيرسونن. اما الاثنين التانيين اللي هم روبرت هينسو ودوجاوتد بيخرجوا في مهام ويرجعوا تاني، بس في اثنين ثابتين اللي هم ديتشارد وبيرسونن. ودلوقتي افتكر ان في مع الملك في واحد مسجون اللي هو الدكتور. عشان كده رودولف كان بيعرف الاخبار دي من جوهان، فجاب جوهان، تعالى يا جوهان، في كان واحد موجود في الكاسل، في واحد كان موجود في المانشن، ومين اللي معاه الكيز؟ وقال له انا هدي لك 50,000 جولد بيسز في مقابل حاجتين. الاول عرف منه ان في خدم جداد موجودين في المانشن، قال له هل دولت عارفين ان المسجون هو الكينج؟ فقال له لا، يعني لو شافوني هيفتكروا ان انا كينج. قال له قال له هدي لك 50,000 بيسز اوف جولد في مقابل حاجتين، وهما الحاجتين يا شباب، واحد هتفتح الفرونت دور بتاع المانشن الساعة 2 وتوصل الجواب ده لمين؟ لأنطوانيت دومبا. جواب هتوصله لأنطوانيت دومبا وتفتح الفرونت دور في ذا مانشن بتاع الساعة 2. افتكر ان المانشن كان ليه طريقين حبايبي، الطريق الاولاني كان وايد رود كده بيؤدي للفرونت دور، وفي بين المانشن وبين الكاسل في الدرو بريدج، يعني المانشن ممكن توصل له يا اما من طريق الدرو بريدج يا اما من طريق وايد رود كده بيؤدي للفرونت دور. فرودولف طلب من جوهان انك انت يا جوهان هتفتح لنا الفرونت دور الساعه 2 وتوصل الجواب ده لانطوانيت دومبا. وبدا رودولف يشرح لسابت احنا هنعمل ايه. انت يا سابت تاخد جنود وتروح في اتجاه المانشن، اول ما جوهان يفتح الفرونت دور تدخل وتكتف اي سيرفنس يقابلوك ويرفضوا ان هم يتعاونوا معاك. في نفس الوقت الساعة 2 بالظبط المفروض من انطوانيت دومبا ان هي شي شود كراي اوت، تصرخ. هي نازلة ضيفة على مايكل، فمايكل يروح يشوف في ايه، فيتم القبض على مايكل وهو نوت ريدي. في نفس الوقت ترلنهايم هيكون في ميوزك ولايتس، عشان اي حد معدي من قدام ترلنهايم يعتقد ان الملك عامل لبرنسيس فلافيا بول، فمحدش يشك ان في نفس اليوم دوت هيحصل فيه اي اتاك.
جه التوقيت وبدأ رود الفرسان خد طريق مختلف وراح اتجاه الكاسل، أما سابت خد جنود وراح في اتجاه الفرونت دور، ده طريق وده طريق. رودولف راح عند الكاسل، ربط حبل حوالين one of the trees، خد the other end ونزل تحت في المية كالمعتاد زي الليلة اللي قبلها. نزل بدأ يقوم في المية، وصل للبايب، لكن المرة دي البايب كانت fastened to the wall، متثبتة في الحيطة. رودولف راسن دلوقتي موجود في المية، مش عارف يعمل ايه. بص على الشباك بتاع انطوانيت دي موباه، النور قايد تمام. بص على الشباك بتاع مايكل، النور قايد زي الفل. يعني لو جوهان صرخ انطوانيت هتسمعه، ذن اسف لو اسف انطوانيت صرخت مايكل هيسمعها، فيروح يشوف ايه، فالخطه ماشيه as planned. ورودولف هو موجود في الميه، شاف اتنين جايين من بره. مين اللي كان جاي من بره؟ كان تحديدا روبرت هينسو ومعاه دوجاوتد. روبرت هينسو بيقول له دوجاوتد ليتس جيت ان، يلا ندخل بيفور ذا درو بريدج از ليفت فور ذا نايت، قبل الدرو بريدج ما تترفع. وفعلا الاتنين دخلوا والدرو بريدج اترفع. كده في كم واحد موجود في الكاسل؟ الفور من الاربعه الباقيين من السكس من كلهم، تحديدا كان روبرت هينسو ودوجاوتد والاتنين اللي جوه اللي هم كانوا ديتشارد وبيرسونن، الاربعه كلهم موجودين. بعد شوية الدروب ريج اترفع فعلا، وبعد شوية خرج روبرت هينسو لوحده. خرج ازاي؟ هنرجع مرة تانية كده من السيكريت باسج، في باسج في اسف سيكريت جيت، في جيت صغيرة كده موجودة جنب الدروب ريج زي ما انت شايف في الصورة اللي قدامك، نازل منها كام سلمة نازلة على المية على طول. فبعد الدروب ريج ما اترفع، في روبرت هينسو خرج، بص يمين بص شمال، ونزل من السكرت جيت ديت، نزل كام سلمه دولت في الميه وبدا يعوم الناحيه الثانيه، راح المانشون، طلع كام سلمه زي دولت واختفى جوه في المانشون. واضح ان روبرت هينسو هو كمان عنده سكرت بلان. رودولف فاصل كان موجود فين في الميه؟ رودولف فاصل طلع الكام سلمه دولت، وقف عند الجيت ده، مفروض هو رودولف فاصل وهو موجود في الميه، اسف موجود جنب الجيت زي ما انت شايف في الصوره كده. بص على الشباك بتاع انطوانيت، حس بحركه غير عاديه كده، وسمع شريف انطوانيت بتصرخ هيلب مايكل هيلب مي، ده بالظبط اللي كان طلبه منها. هيلب مايكل اتس روبرت هينسو، ده بالظبط اللي كان طلب منها ان هي تعمله، بس مع فرق بسيط ان الساعه كانت 1 كلوك قبل الدرو بريدج ما يترفع، اسف عفوا قبل ما جوهان يفتح الفرونت دور، وقبل ما سابت يجي بالرجاله بتاعه ويفتحوا ويدخلوا علشان يدخلوا المانشون. واضح ان الخطه باظت. وانطوانيت تصرخ مره ثانيه هيلب مايكل اتس روبرت هينسو. رودولف مش عارف يعمل ايه، فرودولف اصلا جاي مطلع السيف بتاعه وواقف جنب الجيت، هو اوريدي جنب الجيت، فطلع السيف بتاعه مش عارف ايه اللي يحصل. ونسمع بقى اصوات في الغرفه بتاعت انطوانيت ده، اصوات ان مايكل جري بالجنود بتوعه، وصلوا للغرفه بتاعت انطوانيت دي موباه فعلا، وهناك روبرت هينسو واضح ان كان مهاجمها فعلا. وروبرت هينسو بيقول له this woman has been writing secret letters for Rosendal, she must be punished. ومايكل يقول له it's you who must be punished, انت اللي لازم تعاقب. ويحصل بينهم سورد فايت، مين فيهم الاقوى؟ اكيد مايكل، بس روبرت هينسو الاقوى، اسف روبرت هينسو. بس مايكل كان معاه lots of servants، كان معاه خدم كتير، وفي بروفيرب بيقول ان الكترة بتغلب الشجاعة، فرغم ان روبرت هينسو اقوى بكتير بس مايكل معاه خدم كتير. ونسمع ان روبرت هينسو بيضرب واحد، طبعا رودولف مش شايف كل حاجة من الشباك، من الشباك نشوف فجأة جوهان، ونشوف روبرت هينسو بيحاول يضربه بالسيف، يقول That's for you جوهان I know you are Rosendal spy، انا عارف انك انت الجاسوس بتاع رسندل. عارف ازاي؟ مش عارفين. واضح ان روبرت هينسو له مصادره الخاصه، له his own spies we have no idea. ويا ترى هل جوهان مات؟ ولو جوهان مات مين اللي هيفتح الفرونت دور بتاع المانشن؟ ولا الخطه شكلها باظت؟ مش عارفين. وفجاه نشوف ان انطوانيت ده موباه بيتصرخ مره ثانيه، وواضح ان العدد اللي بيهاجمه روبرت هينسو كتر، احتمال يقبضوا عليه، بس انطوانيت ده موباه فجاه تصرخ. ايه سبب التاريخ ده؟ انا هفكرك كمان شويه بس مش حالا. ونشوف ان روبرت هينسو يطلع من الشباك بتاع انطوانيت ده موباه وينط تحت في الموت، واختفى في طريقه ما. ورودولف راسندل لو انت فاكر، رودولف كان واقف جنب الجيت، في واحد من الناس اللي هم ثريمان اللي كانوا موجودين جوه الكاسل خرج. افتكر جوه الكاسل كان في عندنا اربعه، كان دوجاتت وكان روبرت هينسو وديتشارد دي بيرسونن. من شويه شفنا روبرت هينسو خرج ودخل يهاجم انطوانيت ده موباه، فكان باقي دوجاتت وفي ديتشارد وفي بيرسونن. دوجاتت دلوقتي طالع يشوف في ايه، ما كانش يعرف طبعا اكيد ان رودولف راسندل
جنب الجيت. سو رودولف راسل كيلد هم. يبقى رودولف قتل ذا جاوتد وذاوت اني ايفورت. فتشوا وجد ان في الجيوب في 3 كيس، في 3 مفاتيح. رودولف اخذ الكيس ديت وبدا يدخل في الفيرست روم. المفروض جوه في الفيرست روم المفروض يعني يكون في ديتشارد وبيرسنان، بس ما كانوش موجودين في الفيرست روم. الفيرست روم كانت امتي وكانت فيها كاندل كده في وان سايد، والتو مان ما كانوش موجودين في الفيرست روم كما كان مفترض، يعني اللي اتضح ان هم كانوا جوه موجودين عند الكينج. رودولف بيتسحب كده بيمشي كده لغايه ما وصل للسكند روم، وجد الباب بتاع السكند روم بيتفتح وخرج منها 2 تحديدا، كان ديتشارد ومعاه بيرسونان. وديتشارد بيقول لبيرسونان وي ماسنت كيل هيم يات، المفروض ما نقتلوش لسه اور ذير ويل بي ترابل. المفروض ما نقتلش مين؟ الكينج، محدش هاجمنا طبقا للخطه، المفروض ما نقتلوش لسه والا في مشكله. واول واحد يخرج كان بيرسونان، فرودل فراسنل كيلد هم. كده رودل فراسنل قتل 2 بدون اي مجهود على الاطلاق، قتل بيرسونان وهو خارج، ومن شويه قتل ذا جاوتد. طبعا ديتشارد اول ما شاف بيرسون بيتقتل هي شات ذا دور، قفل الباب عليه. دلوقتي ديتشارد موجود جوه مع الملك بكل المقاييس، المفروض انه هيعمل ايه في الملك دلوقتي؟ المفروض هيقتل. رضا الفصل الجري مع مفتاح فتح السكند روم، متوقع يجد ان ذا كينج از ديد. لكن في واحد كان موجود جوه مع الملك احنا ناسيينه، اللي هو مين؟ الدكتور. ادي الصوره واضحه شويه، صورة للملك وهو نايم وفي ايديه تشينز زي ما انت شايف، وصورة لواحد كان عايز يقتله بالسيف زي ما انت شايف برضه، وصورة لواحد ماسك ايدين ديتشارد ده بيحاول يمنعه. مين اللي ماسك ايدين ديتشارد ده؟ كان الدكتور. الدكتور ما كانش فيري سترونج، منع ديتشارد انه يقتل الملك، لكن ديتشارد بروك هيم سيلف فري، حرر نفسه وهي ستابت ذا دكتور. دلوقتي ذا دكتور از ديد، بس كان رودل فراسن بالفعل دخل جوه و ديتشارد شافه. ات لاست اخيرا اتقابلنا وحصل بينهم سورد فايت. مين الاقوى؟ اكيد ديتشارد بكل المقاييس. افتكر ان ديتشارد كان تاني واحد بعد روبرت هينسو في القوه في القصه، كان اخطر واحد في 3 فورينرز، وحصل بينهم سورد فايت. رودولف بيقول ان ديتشارد كان ا ماتش سترونجر سوردزمان ذان مي، كان اقوى مني بكتير، وهي نيو اول ذا تريكس، وكان يعرف كل التريكات لدرجه ان هو بسهوله جيده هي كات مي ان ذا ارم، جرحني في دراعي، ان هي كود هاف كيلد مي، وكان ممكن يقتلني لولا ان مين ساعده؟ كان الكينج. الكينج قاعد نايم على السرير وشايف 2 جنبه فايتنج وما يعرفش هما مين، وكان فيري تيريفايد. لكن فجأة شوية شوية بدأ يميز رودولف، وشوية شوية ماي كازن رودولف، ومسك الكرسي وهي ستارتد تو بوش ذا تشير توورز ديتشارد. فرودولف راسل في موقف حرج وشكله هيموت، فبيطلب من الملك push hard push against his legs، اضغط جامد نشن على الرجل، بيحاول يرشد الملك عشان يساعده. ديتشارد كان فيري انجري، فيري انجري ان هو بيحارب رودولف راسن، وهو كان انسان جود سورزمان لو انت فاكر. اي نعم هو اقوى منه، بس يعني ديتشارد اقوى من رودولف راسن، بس برضه رودولف انسان سترونج. والملك من الناحيه الثانيه بيزق الكرسي towards his legs. فروبرت فاسف ديتشارد لف كده وهي struck the king with his sword، وهو بيضرب الملك بالسيف. هي فيل اوفر ذا دكتورز بادي، اتكعبل في الجثه بتاع الدكتور، وهي فيل تو ذا جراوند. فرودولف راسنل كيلد هام. ديتشارد از ذات. هل ديتشارد مات بالسهوله اللي اتقتل بيها الاثنين التانيين تحديدا ذا جاوتد وبيرسنان؟ لا، رودولف قتل ديتشارد وذ ديفيكولتي، قتل بمساعده الكينج ولما اتكعبل في الجثه بتاعت الدكتور. دلوقتي رودولف جري على الملك، وجد ان الملك مونينج. يعني ايه مونينج؟ يعني بيتألم، بيئن، معنى كده ان ذا كينج از ديد ولا الايف، الملك الايف. رودولف قطع جزء من الشيرت بتاعه وعمل لنفسه باندج، عمل لنفسه ضماده. ورودولف هو موجود في الغرفه الثانيه، سمع الدروب ريدج بينزل مره ثانيه، بيبص كده فتح الباب بتاع الزنزانه بتاعت الملك، وجد ان الدروب ريدج نزل وان روبرت هينسو رجع مره ثانيه واقف في منتصف الدروب ريدج. ظهر رودولف روبرت هينسو مفروض لرودولف راسنل، والناحيه الثانيه الناس الواقفه ديت عند المانشن، ومفروض ان دولت الخدم بتوع مايكل ومشايلين في ايديهم بعض الويبنز. وروبرت هينسو بينادي على مايكل، كمون مايكل، اطلع لي يا مايكل، ليتس فايت. ورودولف كان سو هابي انه يشوف من ضمن الخدم الواقفين كان جوهان. يعني جوهان ده كان مات ولا عايش؟ كان لسه ما ماتش، كان عايش. واضح ان لما روبرت هينسو حاول يضربه بالسيف كان رجع لوراه، كان بعد فما اتقتلش. ومايكل واسف روبرت هينسو بينادى على مايكل، كمان مايكل ليتس فايت، اطلع لي يا مايكل حاربني. لكن من ورا الخدم الواقفين في انطوانيت المباهه تظهر وتقول ذا ديوك از ديد، الديوك مات، يو هاف اوريدي كيلد هم، انت بالفعل قتلته. ده كان سبب الصريخ.
فاكرين لما روبرت هينس كان بيحارب مايكل وفجأة انطوانيت صرخت للمرة التانية، كان روبرت هينس ضرب مايكل بالسيف، بس ضربة السيف ما تعرفكش الشخص اللي قدامك ده مات ولا لا. الدليل ان رودولف راسل نفسه انضرب بالسيف ولسه عايش، الدليل ان الملك نفسه انضرب بالسيف وما كانش مات، كان لسه بيتألم. فاتضح ان روبرت هينس كان قتل مايكل بالفعل بس ما كانش يعرف، فرجع مره تانية كمان مايكل ليتس فايت، اطلع لي يا مايكل حاربني. وانطوانيت بتقول له ذا ديوك از ديد، يو هاف اوريدي كيلد هام. وروبرت هينس يقول ديد جود ذن ايم يور ليدر ناو، يبقى انا الليدر بتاعكم. دروب يور ويبونز اند دو از اي ساي، ارموا الاسلحه واعملوا اللي انا هطلبه منكم. في نفس الوقت نسمع كمان ان فريتز وسات وشويه حصانه كده جايين، واضح جايين فيري فاست يعني طبقا للبلان. على فكره هم مش جايين متاخر او حاجه، هي انطوانيت اللي كانت صرخت ساعه بدري، فدولت جايين في ميعادهم. ودلوقتي ما فيش خطر على الملك خالص، رودولف قتل كل الناس اللي كانوا بيحرسوا الملك. فرودولف شايف وجوهان لسه عايش، شكله هيفتح الباب لسات وفريتز، فرودولف شايف ان هي جود ايديا ان هو ينط ورا روبرت هينسو علشان يحاول ان هو يقبض عليه. رودولف نط في الميه انه الاسرع، روبرت هينسو اكيد. روبرت هينسو بدا يعوم ورودولف راس النوره، افتكر ان رودولف راس النوره كان ايديه مجروحه، وروبرت هينسو لقى الحبل اللي رودولف راس نزل بيه تحت في الموت، وطلع الحبل ورودولف راس النوره بيقول انا كنت وراه a minute or two after him. وروبرت هينسو بدا يدخل في الغابه ورودولف راس النوره. في لحظه من اللحظات شفنا روبرت هينسو واقف بيبص لرودولف راس كده waving his hand كانها كان بيقول it's a game and you can't catch me. ويبدا رودولف راسنل يطارد روبرت هينسو، يدخل روبرت هينسو في الغابه فيردر اند فيردر اند فيردر، ووراه رودولف راسنل. وفي لحظه من اللحظات نشوف ان نسمع صريخ مره ثانيه، ايه اللي حصل مره ثانيه؟ اتضح ان روبرت هينسو شاف طفل صغير راكب حصان رايح الماركت، واي حد بيتحاول يروح الماركت لو عايز يروح بدري وهو ساكن في مكان بعيد ممكن يتحرك من بالليل. ده السبب ان كان في طفل راكب حصان بالليل وراح اتجاه الماركت. فروبرت هينسو راح جاي شدد الطفل الصغير من فوق الحصان and took his place، واخد مكانه. الطفل ما كانش راضي يسيب الحصان، ده everything he has. فده روبرت هينسو decided to give him some money to make him quiet، هقرر انه يديله بعض الفلوس to make him quiet. ما قتلوش يعني، ده حاجة تدل ان هو evil، بس احيانا يشوف ان حاجة ما تستاهلش ان هو يقتل فيها حد يعني. رودولف راسل لحقه stop فوقف. سؤال لحضراتكم، هل روبرت هينسو عارف رودولف راسن عامل ايه جوه في الكاسل؟ فلا. فسأله What did you do at the castle؟ عملت ايه في الكاسل؟ فرد عليه رودولف راسن قال له I made sure that you are the last of the six men، اتأكدت انت اخر واحد من الـ six men. Meaning ان all the six men were killed except for روبرت هينسو، ان الكل مات ما عدا روبرت هينسو. فقال له And you got into the king's room؟ قال له Yes. What did you do to the king؟ انت عملت ايه للملك؟ فقال له the king is injured لكنه alive. قال له why didn't you follow my plan؟ انت ليه ما اتبعتش خطتي؟ حد في حضراتكم فاكر هي البلان؟ البلان طبقا لروبرت هينسو ان الكل يموت و ان الكل يموت، ومفروض ان رودولف راسل هيبقى كينج وروبرت هينسو هياخد ريورد. دي الخطه بتاعت روبرت هينسو. why didn't you follow my plan؟ we could have worked well together، احنا كان ممكن نشتغل مع بعض. واضح ان روبرت هينسو كان فاكر ان رودولف راسل انسان ايفل وانه بيعمل كده علشان ان هو يبقى كينج، ما يعرفش ان رودولف راسل انسان كايند وان هو بيعمل كده because this is the right thing to do، هو انسان honest. فرودولف راسل مسك السيف بتاعه وجري على روبرت هينسو قال له get off your horse and fight like a man. لكن روبرت هينسو طبعا ما نزلش من فوق الحصان بتاعه، he pushed him وزقه بالسيف بتاعه. رودولف راسل مسك السيف بتاعه مرة تانية وجري على روبرت هينسو، المرة دي he injured him in the cheek. مين اللي injured whom in the cheek؟ رودولف راسل جرح روبرت هينسو بالصدفة الشديدة in the cheek. بكل المقاييس دلوقتي روبرت هينسو شال السيف بتاعه ولف بالحصان بتاعه، he surely is going to kill رودولف راسل. لكن في اللحظة ديت نسمع loud cries ونشوف واحد جايب الحصان بتاعه shouting very loudly ومعاه جن. كان مين؟ كان فريتز. فريتز جاي بسرعه جديده ومعاه مسدس. واضح ان روبرت هينسو طبعا شاف ان هو هي كانت فايت تو مين، مش هيقدر يقاتل اثنين واحد منهم معاه جن. وروبرت هينسو كان انسان سريع وعنده سرعه بديهه، فبسرعه جديده توك هيز هورس اند ديسابير، ومش هنسمع عن روبرت هينسو حاجه خالص. رودولف راسل بيقول لفريتز جو افتر هام، لكن فريتز ما سمعش الكلام. فريتز باصص لرودولف راسل بيقول له سير يو دونت لوك ويل، باين عليك مش
كويس ولحقوا قبل ما يقع على الارض. فرادلف بيساله is the king safe؟ قال لي yes he is thanks to you، الملك كويس والشكر ليك. كل ده وهم مش واخدين بالهم ان في طفل صغير، كائن صغير كده لسه الحصان بتاعه مسروق من شويه، واقف وباصص للرادلف راسا كده بطريقه غريبه. isn't that the king؟ و فريتز اجنورينج هم. هنشوف ان دور الطفل الصغير دوت رغم ان هو بسيط الا ان هو مهم قوي في اخر جزئيه عندنا في تشابتر 8. في بعض الاخبار رودولف عرفها فبدا يحكيها لنا. الاول قبل ما نكمل ايه اللي حصل بعد ما الطفل الصغير بيقول isn't that the king، اول حاجه رودولف عرفها عن انطوانيت دو موباه. انطوانيت دو موباه زي ما حضراتكم عارفين كانت اول مره تقابل مايكل كين في باريس. قابلته وده اخو الملك واعجبت بيه، شي ادمايرد هم، والخدم بتوعها عرفوا من الخدم بتوعه about his plan. تاني كده الخدم بتوع انطوانيت عرفوا من الخدم بتوع مايكل about his ambition، عن طموحه ان هو عايز يبقى ملك. يعني هي ما عرفتش من مايكل مباشره، عرفت من الخدم بتوعها اللي هم بدورهم عرفوا من الخدم بتوعه انه مايكل نفسه يبقى ملك. she didn't like his plan، ما عجبهاش الخطة بتاعت مايكل، عشان كده she decided to warn رودولف راسن في السمر هاوس. قررت انها تحذر رودولف راسن في السمر هاوس. بعد كده هي بالفعل حذرته، والخبر ده وصل لمايكل، ووصل كمان لروبرت هينسو. روبرت هينسو جه لانطوانيت في المانشون عشان to punish her، يعني هو فعلا كان جاي يعاقبها لما هي صرخت at 1 o'clock. والخبر كمان كان وصل لمايكل قبل كده، فمايكل عمل في انطوانيت تريك ان هو عزمها تزوره في المانشون، وهي كيبت هير ا بريزنر، وحبسها هناك في المانشون. كمان عرفنا ان لما روبرت هينسو جه يعاقب انطوانيت دو موباه ومايكل جه علشان يشوف في ايه، فحصل بينهم فايتنج، فروبرت قرر ان هو يقتل مايكل، معتقد ان هو لو قتل مايكل اكيد روبرت هينسو هيبقى كينج زي ما كان قال له قبل كده، وممكن يديله بيج ريورد، وانه ممكن يديله مكافاه كبيره. وهو ما كانش يعرف ان رودولف راسن انسان جود اونست، فاكره انسان ايفل زيه وعايز يبقى كينج. ده بالنسبه لانطوانيت دو موباه. كمان عرفنا ان سابت هو وفريتس جم بالجنود بتاعهم طبقا للميعاد المحدد علشان جوهان يفتح لهم الفرونت دور بتاع المانشن فيدخلوا ويقفلوا يدخلوا يقبضوا على مايكل. لكن للاسف شديد جوهان ما قدرش يفتح الباب في الميعاد المحدد. ليه ما قدرش يفتح الباب في الميعاد المحدد؟ علشان كان بيساعد مايكل ضد روبرت هينسو لما كان بيهاجمه جوه في الكاسل، فده هي توك ا لونج تايم تو اوبن ذا فرونت دور. بالفعل بعد ما رودولف راسن بقى قتل ديتشارد، وبعد ما روبرت هينسو نط في المايه لما انطوانيت هددته بالمسدس وكل دوت، جوهان قدر انه يفتح الفرونت دور لسابت وليفريتس. سابت وفريتس دخلوا جوه ودخلوا الغرفه بتاع الملك، وجدوا الملك، غطوا وش الملك، they covered his face، وخدوا الملك للمانشون الناحيه الثانيه. ليه غطوا وش الملك؟ عشان ما حدش من الجنود ولا حد من الخدم يعرف مين اللي كان مسجود جوه في الغرفه بتاع الملك. وغطوا الوش بتاع الملك وخدوا الملك، والملك دلوقتي موجود في غرفته في المانشون. كمان عرفنا ان اللي كان بيعتني بالملك لغايه ما يجيبوا له دكتور هي انطوانيت دو موباه. انطوانيت دو موباه كانت بتعتني بالملك اللي لسه محررينه حالا، وساب طلب من انطوانيت دو موباه وطلب من جوهان تو جورد ذا سيكريت اباوت وات هابند. يعني جارد ذا سيكريت يعني يحتفظ بالسر، ما هيقولوش لحد ان اللي كان مسجون هو الملك، ولا يقول لحد ايه اللي حصل. اغلب الناس في زندا هيكونوا عارفين ان في سجين فعلا، بس كل الناس او اغلبهم معتقدين ان السجين دوت هو مش الكينج، هو a friend of the king. في نفس الوقت فريتز دخل ما لقاش رودولف راسنل، فراح في الغابه، فوجد رودولف راسنل قبل ما يقتله روبرت هينسو. في نفس الوقت الملك كان مجروح، وهو لما كان مسجون. وفي نفس الوقت الناس عندهم فيرجن من القصه مش مظبوط. الناس اغلبها فاكرين ان الملك كان انجرد وايل ريسكينج ا بريزنر، وهو بينقذ السجين. يعني الملك بتاعهم هو الهيرو اللي كان بينقذ البريزنر اللي جوه، ما يعرفوش ان الملك هو السجين. وان السجين اللي تم تحريره دوت جامبد انتو ذا موت افتر روبرت هينسو، كان بينط في الموت في الخندق دوت وبيحاول يقبض على روبرت هينسو.
ده مين اللي بيحاول يقبض عليه؟ السجين. ما يعرفوش ان النط في الميه بيحاول يقبض على روبرت ينس هو رودولف راسل اللي كان بينقذ الملك اساسا. الناس عندهم ان البطل بتاعهم هو الملك، الملك ده حرر السجين اللي كان جوه، والسجين ده نط في الميه بيحاول يقبض على روبرت هانس. في نفس الوقت كمان عرفنا ان الخبر وصل لفلافيا. فلافيا موجوده فين؟ فلافيا موجوده في تالنهايم. كان بيحرسها مين؟ بيحرسها مارشال استراكنش. ووصل لها خبر ان الملك واز انجرد لكنه الايف، فخليكي في تالنهايم لغايه ما الملك يتحسن ويجي لك. طبعا فلافيا انسانه ستبر، انسانه عنيده، فامرت مارشال استراكنش ان يجيبها فين؟ ان يجيبها المانشن علشان تطمن على الملك. دلوقتي احنا هنستخدم لفظ كاسل ككلمة عامة تدل على المبنيين الاثنين، على الكاسل والمانشن من اول دلوقتي. فلما اقول ان امرت المارشال ان يجيبها للكاسل، المقصود بها المبنيين الاثنين بقى مع بعض اللي هو المانشن والكاسل. دلوقتي عندنا انطوانيت ده موبا، عندنا برنسيس فلافيا جاية ومعاها مارشال استراكنش بالعربية الرويال بتاعتها المشهورة، والحصانة الكتير والحرس بتوعها جايين في اتجاه الايه؟ في اتجاه الكاسل. في نفس الوقت عندنا رودولف راسل دلوقتي اتحسن شويه وبدا يتعكس كده على فريتز، وبدا يتحركوا هما الاثنين رايحين في اتجاه الكاسل. كل دولت اتقابلوا مع بعض في نفس اللحظه. من بعيد رودولف راسل هو فريتز شافوا العربيه بتاعت برنسيس فلافيا جايه من بعيد، فرودولف راسل هو فريتز بسرعه مشوا في الغابه كده واستخبوا وراء شجره من الاشجار. كل ده ومش واخدين بالهم ان في طفل صغير لسه شايف رودولف راسل من شويه وكان بيقول isn't that the king، وفريتز مطنشه خالص والطفل الصغير ماشي وراهم. اول ما الطفل الصغير شاف العربيه بتاعت برنسيس فلافيا جايه من بعيد بصوت عالي princess the king is there behind the tree، بدا ينادي كده الملك هناك وراء الشجره. العربيه وقفت وبص من الشباك بتاع العربيه بتاعت برنسيس فلافيا كان المارشال بيقول للولد what you say is nonsense، اللي انت بتقوله ده كلام فاضي. The king is in the castle injured. والولد يقول no if you don't believe me come and see، لو انت مش مصدقني come and see. دي كانت نفس اللحظة اللي سات كان جاي فيها من الكاسل طالع عشان عارف ان برنسيس فلافيا جاية، فجاي علشان يستقبلهم. فالمارشال بيقول لسابت this boy says the king is over there behind the tree، وسابت بابتسامة بسيطة كده يقول no the king is in the castle behind me، الملك مجروح هناك في الكاسل ورايا. والولد يقول if you don't believe me come and see، لو مش مصدقني تعالوا شوفوا. فالابتسامة اللي موجودة على وش سابت اختفت، واضح ان حس ان في مشكلة هتحصل دلوقتي. فسابت قال very well I will go، البرنسيس قالت له I will come with you، أنا هاجي معاكي. فسابت فكر شوية كده وقال البرنسيس well but come alone، تعالي لوحدك. ليه طلب منها نتيجة لوحدها؟ علشان لو راحوا هناك وشافوا رودولف راسل فعلا يبقى الخبر ما ينتشرش، واحد زي مارشال استراكنش مش بيعرفش حاجة مثلا، القصة تخلص والمارشال مش هيعرف حاجة عن اللي حصل أساسا. كان فاكر إن فعلا هما بينقذوا فريند أوف ذا كينج، وإن الفريند ده هما بينقذوه الملك واز انجرد، ما يعرفش الحقيقة المارشال بعد القصة ما تخلص. وبالفعل سابت مش وصل هو وبرنسيس فلافيا، لما وصلوا وراء احد الاشجار وجدوا ان رودولف راسل واقف ومصاب فعلا وحاطط ايديه على وشه ومع فريتز. واول ما شافته اتس يو ار يو هيرت، وبصت لسابت وات ذا جيم يو ار بلاينج، وسابت يقول لها مادام ذيس از نوت ذا كينج، ده مش الملك. والبرنسيس تقول له وات يو مين هيز نوت ذا كينج، تقصد ايه ان هو مش الملك؟ اتس هام رودولف لوك ات مي. ورودولف راسل بص لها كده قال لها فورجيف مي مادام، انا اسف I am not the king. البرنسيس مش عارفة تقول ايه، فجأة كده حست ان الدنيا مش مظبوطة وبصت كده لرودولف وسابت بصلة قال لها princess come with me we have much to discuss، في حاجات كتيرة قوي هقولها لك. سابوا رودولف راسل هو وفريتز موجودين في الغابة، المارشال كان لسه في العربية ما نزلش منها، محدش يعرف ان فعلا رودولف راسل كان موجود هناك وهيبدأ يروحوا لغاية ما يوصلوا هناك في الكاسل. في نفس الوقت رودولف راسل هو فريتز انتظروا لغايه ما الدنيا بقت فيري دارك، لغايه ما الدنيا ظلمت وهم موجودين هناك في الغابه. ليه انتظروا لغايه ما الدنيا تبقى ظلمه؟ عشان هيدخلوا الكاسل، مش عايزين حد من الخدم او حد من السيرفنتس اسف الجوردز يعرفوا مين اللي كان مسجون
مين اللي كان آسف في الغابة، مش عايزين يعرفوا إن إيه اللي حصل للملك، عايزين الخطة اللي بدأوها من بداية القصة خالص تبقى سيكريت، نعم الملك كان حصل له إيه وإن رادولف كان بيحاول يحرره والكلام ده كله. عشان كده they waited till it was dark. بعد كده رودولف اصلا دخل هو وفريتس انتو ذا كاسل ان سين من غير ما حد يشوفهم. رودولف كان قاعد في المكان اللي كان مسجون فيه الملك، طبعا الملك دلوقتي موجود في المانشون الناحيه التانيه، في بقى مانشون ده بيت فخم كبير، ومايكل زي ما احنا عارفين كان مات. رودولف اصلا دخل في الغرفه اللي كان مسجون فيها الملك، واللي كان بيجيب له الاكل والشرب والاخبار كان جوهان. جوهان جاب الاخبار ان الملك جوت بيتر، الملك اتحسن وقابل فلافيا وقابل سابت، وان المارشال رجع تاني ستريلسو، والمارشال ما يعرفش حاجه عن الموضوع. المارشال فاكر ان اللي اتجرح هو الملك، واتجرح وهو بينقذ احد السجناء، ما يعرفش القصه الحقيقيه، ما يعرفش ترو فيرجن اوف ذا ستوري. في نفس الوقت الناس كانوا مستغربين يا ترى مين السجين. البعض او الاغلبيه زي ما احنا قلنا كان معتقدين ان السجين ده هو مش الكينج، فاكرين ان السجين ده هو a friend of the king، وان اللي انقذه هو الكينج نفسه، وان الملك هو بينقذ السجين دوت اتجرح، وان السجين ده بعد ما تم انقاذه نط في الميه بيحاول يقبض على واحد اسمه روبرت هينسون. في نفس الوقت الملك اتحسن، كل الاخبار اللي جابها ديت جابها جوهان لرودولف راسن وهو موجود في السجن بتاع الملك، لا السجن اللي كان مسجون فيه الملك. الملك اتحسن وطلب ان هو يقابل رودل فراسنر. طبعا سكرت كده رودل فراسنر راح، لغايه ما وصل عند الملك ادي صوره لرودل فراسنر مجروح، وادي صوره للملك وهو موجود في الغرفه بتاعته في السرير بتاعه، والملك بيبقى وصل له كده يقول له كازن رودولف يو ار اولويز وي ار اولويز ذا سيم يو اند مي، انت مجروح زي احنا دايما زي بعض. قول له اي ونت تو ثانك يو، انا عايز اشكرك على اللي انت عملته معايا. اي ونت تو تيك يو وذ مي تو ستريلسو، كنت عايز اخدك معايا ستريلسو واحكي للناس اباوت ذا بريف ثينجز يو هاف دون، واحكي لهم عن الحاجات الرائعه الشجاعه اللي انت عملتها. لكن سابت هير سيز ذيس از نوت بوسيبل، سابت بيقول ان هو ده حاجه مش ممكنه. تلاحظ ان شخصيه الملك ما زالت ويك كاركتر، يعني اكيد السجن مش هيغير فيه كتير يعني. مش جود ديسيجن ميكر زي ما احنا شايفين. انا كنت عايز اخدك معايا ستريلسو واقول للناس الحاجات الرائعه اللي انت عملتها، لكن سابت يقول ان ذيس از نوت بوسيبل. فرودولف قال له اي اجري ماي جوب ان يور كونتري از فينيشد، انا فعلا وظيفتي عندكم انتهت. فالملك يقول له يو هاف شون مي وات ا ترو كينج شود بي، انت وريتني فعلا وات ا ترو كينج شود بي. السؤال لحضراتكم، تفتكر وات شود ا ترو كينج بي؟ يعني يكون بريف، يكون ريسبونسبل، يكون كيرينج، يكون انسان ديسيجن ميكر. انت وريتني الملك الحقيقي المفروض يكون عامل ازاي. فرودولف راسنر قال له I'll be more than happy to help you again، اكون سعيد ان انا اقدر اساعدك مره ثانيه. الملك قال له the princess wants to talk to you. البرنسيس جت وشافت رودولف راسنر وقالت له you have tricked me، انت خدعتني. فرودولف قال لها I'm sorry for that. قالت له no. We should thank you for what you have done to Roritania. احنا لازم نشكرك انت عملت ايه روريتانيا. فقال لها I have learned a lot about responsibilities and duties. انا تعلمت كتير عن responsibilities and duties. افتكر ان رادل فاصل في بداية القصة كان انسان irresponsible، انسان غير مسؤول، وانسان كان شايف ان منصبه كان انسان lazy وشايف ان منصبه ده ك opportunity زي ما احنا عارفين. ورادل في نهاية القصة بقى انسان responsible بفضل اتنين، بفضل روز اللي كانت دايما مش عاجبها ان هو lazy في بداية القصة، كان دايما بيفتكر كلامها ان opposition in society بيجي مع responsibilities، وفضل فلافيا اللي هو كل ما يعمل خطأ توقفه. فاكرين لما رودولف قال لها انا لما كنت صغير كنت فاكر ان caring for society was someone else's job، قالت له ازاي وانت طول عمرك عارف انك انت تبقى king. في كذا موقف لما كان بيعمل حاجه غلط كان بتوقفه. لما قال لها انا راح اصطاد في زندا، قالت له هتصطاد وتسيب your duties. فرودولف بقى انسان responsible بفضل اتنين، بفضل روز وبفضل فلافيا. فقال لها I have learned a lot about responsibilities and duties. قلت له we will never forget what you have done to Ruritania، احنا مش هننسى انت عملت ايه لروريتانيا. الملك خلاص على وشك انه ينام، فرودولف استأذن علشان يمشي. المفروض ان رودولف اصلا دلوقتي هيوصله فريتس وسابت لغايه الحدود بنفسهم، لغايه ما يركب القطر عند الحدود و they saluted him وبدأوا يحيوه زي ما انت شايف في الصوره. طبعا رودولف ركب القطر، الناس شايفه ان في واحد مهم راكب معاهم في القطر، وفي اتنين مهمين في الدولة بيحيوه. فبيقول they must have known they must have thought that I was an important person، ان انا في شخص مهم راكب معاهم نفس القطر، لكن انا ما كنتش شخص important ولا حاجة،
كان في رودولف راسنل ان انجلش مان. رودولف راسنل دلوقتي رجع تاني ل رجع تاني لانجلند، هيقابل بقى روز ويقابل اخوه لورد بيرلزدون لو روبرت. اول ما روز واخوه شافوه everyone has been looking for you، الكل كان بيدور عليك. وروز سالته have you written a book، انت كتبت كتاب؟ لما عرفت ان هو he didn't write a book she was disappointed. ليه she was disappointed؟ عشان كان نفسها انه يكتب كتاب، هما كده يعني عايزه تبقى very proud of him. لكن قالت له على الاقل سيرجي كوبرديل عرف هيشتغل في انهي بلد، عرف هيبقى امباسدور في انهي بلد. فقال لها اند وات از ذات؟ قالت له رورو ثانيه سيرجي كوبرديل هيكون ذا بريتش امباسدور ان ستريلسو. طبعا رودولف سمع الكلام ده، بص لها كده قال لها اي كانت اكسبت ذا جوب، مش هقبل الوظيفه. قالت له بات يو بروميست، بس انت وعدت. فكان موجود رودولف كان فيه بيقول كان لقيت فيه جورنان، الجورنان ده كان فيه صوره من الكورينيشن، صوره لمايكل واقف جنب الملك اللي هو رودولف راسنل، وصوره لفلافيا. فمسك الجورنان دوت ووراها لروز والاخو. اول ما روز واخوه شافوا الصوره قالوا يو لوك فيري ماتش لايك ذا كينج، انت فعلا شبه الملك جدا. ما يعرفوش ان الصوره دي كانت ليه هو اساسا. بس روز قالت له بات ذيس از جاست ان اكسكيوز، ده انت كده بتتحجج، انت لو ما اشتغلتش مع سيرجي كوبريديل مش هتبقى شخص مهم، لكن انت لو اشتغلت مع سيرجي كوبريديل يو كود بي ان امبورتنت بيرسون، ممكن تبقى انا امباسادور وان داي. لكن رودولف فاسنل بيقول اي ديدنت كير. ليه اي ديدنت كير؟ لان انا كنت حاجه ماتش مور امبورتنت ذان ان امباسادور، كنت ايه؟ كنت كينج. ورودولف فاسن دايما كان بيفتكر كلام روز ان اوبوزيشن سوسايتي بيجيب معاه ايه؟ بيجيب معاه ريسبونسابيلتيز. يقول حتى من غير ريسبونسابيلتيز، حتى من غير بوزيشن ان سوسايتي، اتس اور ريسبونسابيلتيز تو هيلب اذرز، وان احنا يو فيل بيتر فور دوينج ذات. ويخلص يا شطار الحلقه الاخيره من عالم سمسم. تحياتي ليكم مستر حسام نجم، واتمنى تكون فهمت الدرس، او اوعى تنسى انك انت تحل التمارين اللي موجوده عندك في الملزمه وهيوصلك اجابات ليها. واوعى تنسى انك انت تعمل شير للفيديو دوت، عشان في ناس بنبعت لهم على الواتساب بيدي علامه واحده بس، تكه واحده بس، واضح مش بيوصل لهم حاجه. فاحنا هنرفع الكلام ده برضو على الجروب، واتمنى انه تكونوا استفدتوا. تحياتي ليكم، وانتوا ليكم وحشه كبيره قوي، اتمنى لكم التوفيق والنجاح. تحياتي مستر حسام نجم.